طيب الله صباحاتكم بالخير مشاهدينا الكرام، لكل من يتابع قهوة الصباح في هذه الأثناء ومن سينضم أيضا تباعا من الأماكن، كل نوجه له كل التحية والتقدير. أنواع الذكاء والذكاءات المتعددة والمختلفة لها أنواع كثيرة طبعا، راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال الفقرة القادمة اللي نتكلم فيها عن ملتقى علم النفس الثامن الذي يأتي بتنظيم من مجموعة علم النفس التابعة لكلية التربية بجامعة السلطان قابوس. تفاصيل شائقة وماتعة حول هذا الملتقى نتعرف عليه بوجود الأستاذة حنان بنت حمد الشكيلية رئيسة مجموعة علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس. مرحبا وسهلا حنان، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا. وأسعد صراحة. أهلا وسهلا بك حنان مرة أخرى في برنامج قهوة الصباح. كما ذكر زميلي سيف أن من خلال ملتقى علم النفس الثامن هذه المرة تم التركيز على أنواع الذكاء. في البداية نعرف المشاهد الكريم عن ملتقى علم النفس الثامن، وبعدها إن شاء الله رح ندخل ونتطرق في هذا الموضوع إن شاء الله. طبعا أول شيء شكرا على هذا الاستضافة الجميلة صراحة. بالنسبة طبعا لملتقى علم النفس الثامن في هذه السنة إن شاء الله بيركز على موضوع الذكاءات. طبعا جاء ملتقى علم النفس الثامن باسم حذق، وحذق كلمة تابعة عندنا أو من مرادفات الذكاءات. إن شاء الله عندنا هذا الملتقى بيقام في حديقة الأندلس الموافق الأحد اليوم 27، وبيكمل إن شاء الله غدا يوم الاثنين. حديقة الأندلس هذه ما بين كلية الآداب والاجتماعية وكلية الاتصال والإمساج، عشان أوضح فقط للمشاهدين. أيوة، بين كلية الآداب وبين كلية الاقتصاد. بيكون طبعا على مدار يومين اليوم وغدا إن شاء الله. ركزنا طبعا هذه المرة على موضوع الذكاءات، أو بشكل عام هو عبارة عن ذكاءات متعددة تابعة لعلم النفس التربوي. طبعا إحنا سنة بعد سنة دائما عندنا نحاول أن نركز على علم معين، فحبينا هذه المرة نركز على علم النفس التربوي لما له دور كبير جدا في الحياة الدراسية للطالب. طبعا إحنا كفئة مستهدفة حالنا بشكل عام اللي هم طلاب المدارس وطلاب الجامعات، سواء كان من جامعة السلطان قابوس أو من خارجها. إن شاء الله طبعا الملتقى بتفتحه الدكتورة محفوظة مشرقية من كلية ومن جامعة نزوة اللي هي تعتبر دكتورة في علم النفس التربوي. ممتاز. طيب أنا خاطر أيضا من خلالك يا حنان، يعني بما أن إحنا اليوم في النسخة رقم 8 بالضبط. يعني سلسلة متواصلة ومتتالية حقيقة لهذا الملتقى إلى أن وصل ما وصل إليه اليوم في جامعة سلطان قابوس. أنا أريد أعرف إلى جانب المواضيع اللي دائما تختاروها وتنتقوها، إيش الجديد المضاف والمميز؟ يعني أتوقع أنه هناك الطرق أو الوسائل اللي من خلالها تقدمون المعلومة والتثقيف والوعي للطلبة والطالبات تكون دائما بشكل متجدد، صحيح؟ صحيح بالضبط. طبعا احنا في علم النفس هذا او في هذا الملتقى ان شاء الله موضوع الذكاءات اول شيء خلينا اشرحه عشان تكون واضحه عندنا للمتابع. الذكاءات هي عباره عن مجموعه من القدرات والمهارات اللي ممكن انها تساعد الشخص على انه يحل ماله المشاكل، سواء كانت في حياته الدراسيه او الاجتماعيه. في نفس الوقت عندنا تزيد من معرفته يوم بعد يوم، وايضا عندنا تزيد من قبليته في المجتمع. الذكاءات عندنا تعطي عندنا الطالب أو تمكنه عندنا يعني من مهارات كثيرة. مثلا إحنا لو جينا نركز بالنسبة للملتقى مالنا، إحنا حبينا نركز هنا تقريبا 9 أنواع من الذكاءات، ما شاء الله. بس إحنا حبينا نركز على 6 أنواع من الذكاءات اللي هي قريبة عندنا من الحياة الدراسية للطالب، وفي نفس الوقت تساعده في حياته الدراسية. في كل طبعا عندنا ذكاء بيكون لها ركن خاص إن شاء الله في حديقة الأندلس. حبينا إنها هذه المرة تكون في طريقة تفاعلية، بحيث أنه لما الطالب يجي عندنا للركن يكون في شيء عملي مش بس كسرد المعلومات، بحيث أنها تكون الصورة واضحة وش هو هذا الذكاء وليش بالضبط إحنا محتاجين هذا الذكاء أصلا في حياتنا. يعني طبعا ذكاءات إله كثير عندنا أهمية، ومن أهم الأهميات أنها هي أول شيء تنمي قدرات الطالب في حياته الدراسية، مثلا عندنا في جانب التركيز، طرق المذاكرة ممكن انهم هم تساعدهم يغيروا من طرق المذاكرة التقليدية وينتقلوا الى طرق مذاكرة عندنا جديدة عن طريق الذكاءات. طيب جميل، يعني حنان اليوم ان شاء الله سيبدأ هذا الملتقى الى بكرة صحيح، وهناك الكثير من الفعاليات والأنشطة التي ستقام ضمن عموما إقامة هذا الملتقى. لو نتحدث أكثر عن جدول الفعاليات. أوكي، بالنسبة طبعا عندنا للملتقى حبينا هذه المرة إنه يكون عندنا 6 أركان للذكاء، كل ركن بيكون في موضوع معين. الأركان اللي أو الذكاءات اللي بنناقشها إن شاء الله بيكون عندنا الذكاء اللغوي،
الرياض المنطقي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء البيئي، الذكاء البصري والذكاء الموسيقي. بالإضافة عندنا إلى وجود بعض الأركان الترفيهية، بحيث أن الطالب طبعاً بعد مدة الدراسة يحب أنه يغير وكذا، فحبينا نضيف كذا يعني أشياء ترفيهية لكن مرتبطة أيضاً بموضوع الذكاءات. إضافة إلى مشاركة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وبعض المشاركات من الشركات الناشئة، عندنا مثل شركة لاندر هب. حبينا أيضا نضيف بعض المطاعم والقهوة والورود، بحيث يعني أن الطالب يكون فيه شيء تفاعلي عندنا في الملتقى. نعم. طيب حنان، كيف تصفي لي ولحوراء أيضا وللمشاهد الكريم مدى إقبال فعلا الطلبة والطالبات في جامعة سلطان قابوس، أو حتى أيضا طلبة وطالبات المدارس، ذكرت أيضا زوركم بين فترة وأخرى، إقبالهم لحضور مثل هكذا فعاليات ومناشط تعنى تحديدا بجانب علم النفس؟ صراحة إقبال الطلاب كبير جدا، خاصة إحنا لو جينا نشوف هذه الفترة اهتمام جانب علم النفس زاد سنة بعد سنة، فصار الطالب إنه يحب يتعرف عن ويش هو هذا أصلا جانب علم النفس، كيف ممكن إني أنا أطور من صحتي النفسية عن طريق إني مثلا أحضر هذه الأنشطة وغيرها من الأشياء. فإحنا عملنا طبعا السنة الماضية ملتقى وكان اللي إقبال صراحة يعني كبير، يعني بشكل كبير متى. وإن شاء الله متوقع إن هذه المرة بعض يعني إنه يكون في إقبال كبير. الإقبال ما فقط عبارة عن طلاب، أيضا جتنا مشاركة من بعض الأخصائيين النفسيين من خارج الجامعة، فكان صراحة يعني شيء جميل جدا إنه في أخصائيين نفسيين يجي ويشوف عندنا الملتقى. جميل. إن شاء الله الساعة كم ستبدأ الفعاليات؟ إن شاء الله حنان بتبدأ على الساعة 4:30 لحد الساعة 9 مساء. جميل. تنوع في الفعاليات والأنشطة بإذن الله من ضمن ملتقى علم النفس الثامن في جامعة السلطان قابوس وفي حديقة الأندلس كما ذكرت. إن شاء الله. جميل. نحن شاكرين وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك حنان بنت حمد الشكيلية، رئيسة مجموعة علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس. كل التوفيق لكم بإذن الله في هذا الملتقى، والدعوة عامة للجميع. طبعا طبعا، نعم، من داخل الجامعة خارج الجامعة إن شاء الله. ممتاز، شكرا لك. شكرا أستاذة. إذن مشاهدين الأحباء نستمر معكم في متابعتنا ومحطاتنا المختلفة، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.